في إطار العمل التنسيقي بين جهازي مديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في الأمن الحضاري الثالث المكان الجميل واد سمار بأمن المقاطعة الإدارية الحراش وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني واد سمار من توقف مشتبه فيهم عن قضية التجمهر مع الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة وتحطيم ملك الدولة عن طريق الرشق بالحجارة وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين. تم توقيف مجموعة من المشتبه فيهم متورطين في أعمال تقريبية والاعتداء على المناصرين المتواجدين على متن القطار الذي يضمن حركة النقل بين محطة تنية ولاية بومرداس ومحطة أغا بولاية الجزائر، وذلك بعد مباراة الفريقين المحليين اتحاد العاصمة وشباب الوزداد بملعب الدار البيضاء. العملية مكنت من توقيف 16 شخص متورط تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 46 سنة، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المعنية بتهمة تكوين عصابة الأحياء، التحطيم العمدي لأملاك الدولة، الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض المتبوع بالسرقة.